بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله النهاردة معنا موديل تيست نمبر 1 أو النموذج الأول من الكتاب المعاصر، ولكن دايما كلنا مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لكويشن نمبر 1، finish the following dialogue، يعني أكمل الحوار التالي. ياسمين and هدى are talking about هدى's new mobile phone. ياسمين and هدى، ياسمين وهدى are talking، بيتكلموا about هدى's new mobile phone، عن الموبايل الجديد لهدى. ياسمين، what a nice mobile. When did you buy it? What a nice mobile. يعني يا له من موبايل لطيف. When did you buy it? امتى اشتريتي؟ قالت لها thank you ياسمين. وطبعا نحدد المدة الزمنية اللي اشتريته فيها. space 1200 pounds، يعني 1200 جنيه، معنى كده انها تسألها عن ثمنه. it isn't expensive، هو مش غالي. can you come with me to buy one for my dad، ممكن تيجي معايا اشتري واحد لوالدي. space space we can go this evening، نذهب هذا المساء. where can we meet، أين نتقابل. space يعني فراغ هنكمله. طبعا هنا رأس السؤال ضروري واحنا بنحل الامتحان. ياسمين and هدى are talking about هدى's new mobile phone. what a nice mobile. when did you buy it. thank you ياسمين. وطبعا ممكن تقول لها اي مدة، بس يكون past month، ممكن اقول yesterday، ممكن اقول last week، ممكن اقول two days ago، منذ يومين، a week ago، منذ اسبوع. المهم استخدام كلمة من كلمات الباست زي yesterday او last او ago. لو كتبت مثلا last week يبقى سهلة جدا واكتبها بسهولة، last week يعني الاسبوع الماضي، last week. ممكن أقول last week مباشرة، أو ممكن أقول I bought it last week، يعني ممكن أقول الإجابة last week، سألتها سؤال، أو ممكن أكتب بدون اختصار. طبعا ده المحادثة يجوز فيها الاختصار بدل هيأدي المعنى. ممكن أقول I bought it last week، I bought it last week، أو last week على طول. يبقى ممكن أكتب last week أو I bought it last week، الاثنين عندي صح. space 1200 pounds، ممكن أقول إيه how much is it، يعني ثمنه كام. how much، ممكن أقول how much is it أو how much does it cost، يعني أي إجابة تقبل، how much is it أو how much does it cost. يبقى ممكن أسأل بطريقتين، طبعا الثمن how much is it على انه شيء مفرد how much is it، او ممكن استخدم does it cost يعني كم يتكلف ثمنه، how much is it او how much does it cost. قالت لها 1200 pounds it isn't expensive can you come with me to buy one for my dad. طبعا قالت لها حاجه هنا، قالت لها we can ممكن نذهب، يبقى قالت لها ايه، يبقى وافقت، يبقى yes I can. ممكن ابسط حاجه yes، ممكن أقول yes I can أو yes of أو yes أو of course أو sure. ممكن أقول yes I can I can، أو ممكن أقول yes فقط، ممكن أقول yes أو yes I can أو of course أو sure. رجعت سألت لها هنا سؤال، قالت لها we can go this evening، ممكن نذهب هذا المساء. this evening ده المساء، نسأل عنه بإيه، ده زمن، نسأل عنه بوين. يبقى عندنا الإجابة زمن، يبقى نسأل بوين، وبعدين نحذف الزمن ونبدل ما بين الفعل المساعد والفعل. بتقول لها we can، يبقى when can we go، when can we go، when can we go يعني امتى نقدر نذهب. when can we go، we can go this evening. where can we meet، اين نتقابل، اي مكان نتقابل فيه. طبعا where يعني اين، ممكن اقول in front of my house يعني امام منزلي، ممكن اقول for example in the station في المحطة، in the bus stop في or at the bus stop، ولنكتب مثلا at the bus stop يعني في موقف السيارات، at the bus stop أبسط حاجة، at the bus stop يعني في موقف السيارات.
بعد كده read and complete the text with words from the following. يعني هنكتب هنقرأ وهنكمل التكست من الكلمات اللي موجودة: train, space, dream, dreaming, true, trips. طبعا train قطار، space فراغ أو فضاء، dream يحلم، dreaming الحلم، true حقيقة، trips. نورا المتروش has been، متروشي has been space of going into، طبعا has been a dreaming يعني بتحلم بالسفر، has been الverb plus ing dreaming of going into space بتحلم بالسفر الى space اللي هو الفضاء. all her life طول حياتها now her dream has come a اسمه come true يعني تحقق come true. The United Arab Emirates has chosen her يعني دولة الإمارات اختارتها to space with NASA to train إن هي تتدرب to train with NASA and go on future trips وتذهب في رحلات المستقبل. يبقى هنا to train يعني تتدرب. ناخد بالنا إن الباسج في جملة واحدة جرامر والثلاثة معتمدين على الفوكاب. يعني أول جملة جرامر has been dreaming وبعدين الباقي عندنا إيه على الفوكاب. يبقى has been dreaming of going into space عارفين إن have has been الverb plus ing into space الفضاء وبعدين come true يتحقق وبعدين عندنا chosen to train تتدرب with NASA مع وكالة NASA and go on to space. بعد كده عندنا الباسج read the following passage then answer the questions. I work for an English language news website. أنا بعمل لدي طبعا هنا موقع أخبار لغات بالإنجليش. I started at a newspaper بدأت في جريدة. But I think more people read news online now. But I think ولكن أنا أعتقد إن في ناس كتير بيقرأوا الأخبار أونلاين على الإنترنت. So I prefer this job. لذلك أنا فضلت هذا العمل. Lots of different journalists يعني الكثير من الصحفيين المختلف send me their articles ببعتوا لي مقالاتهم. And I have to decide which ones are the most important. وبقرر إيه الأفضل. These will be the first ones that our readers will see. ودي بتكون أول حاجة readers القراء بيشوفوها. Before the article goes on the website وقبل ما المقال بروح على الموقع I also have to check the facts براجع الحقائق that are in it يعني موجودة فيه. I look at two or three different websites. I look أنا ببحث على اثنين أو ثلاثة من المواقع المختلفة in which I trust to do this اللي أنا بثق فيها وأقوم بها. Then I check the writing بعد كده بفحص الكتابة. Sometimes there are spelling mistakes أحيانا بيكون هناك أخطاء في spelling or the language واللغة. I studied English and journalism أنا درست إنجليزي وصحافة at university في الجامعة. First I wanted to be a journalist في الأول كنت عايز أبقى صحفي. But then I decided that I prefer this job. أنا بفضل هذه الوظيفة. It's very interesting يعني شيقة جدا. Because I can look at so many people's articles. عشان أنا بفحص أو بتصفح مقالات الناس الكثيرة. It isn't very easy to understand. ومستاهل إن أنا أفهمها. It's my job to make the articles as easy to understand. وظيفتي إن أنا أجعل هذه المقالات سهلة للفهم. As possible بقدر المستطاع. Finally في النهاية I have to choose photographs يجب أن أنا أختار صور to go with the article بتتوافق مع المقال. Sometimes a photographer sends these a photographer يعني مصمم ببعت لذلك. But usually we get them from other websites ممكن نحصل عليهم من مواقع أخرى. The writer usually gets photographs from photographs usually يعني عادة ما بيحصل على الفوتوغرافز من الفوتوغرافرز المصورين ولا عندنا other websites ولا عندنا journalists ولا انجل طبعا الجزء الاخير. but usually we get them from websites يبقى usually يبقى websites لكن لو قال لنا sometimes photographer. the writer of the article is a editor محرر camera operator مصور تلفزيوني web designer مصمم investigator محقق طبعا هنا ايه editor يعني محرر.
What's the website, the best title for the passage? Studying at university. الدراسة في الجامعة. The job of an editor. وظيفة editor. The job of a photographer. وظيفة مصور. Disadvantages of journalism. مساوئ الصحافة. طبعا هي letter B. The job of an editor. What did the writer study at the university? هو درس ايه في الجامعة؟ تعالوا نجيبها من القطع. طبعا هنا I studied English and journalism at university. يبقى مفروض نقول هنا he studied، مفروض نشيل I ونحط مكانها he. I نكتب مكانها he. He studied. He studied English and journalism at university ونكتب عليها number one. يبقى this is number four. This is number four أو إجابة السؤال number four اللي هو الرابع. طبعا الإجابة من القطع. بس هنحول الضمير مين؟ I إلى هي لأن هو بيتكلم عن نفسه في الباسج I. إحنا إيه هنخليه غائب. What do you think the writer works for? What do you think هو الرايتر ده بيكتب for what؟ طبعا هنا الرايتر الكاتب for for example for company شركة for press اللي هي الصحافة. أي طبعا ده سؤال تفكيري. What do you think يعني ماذا تعتقد؟ The writer works for بيعمل إيه؟ ممكن أكتب for newspapers لجريدة for newspapers يعني لجريدة or for a web page أو لصفحة على الإنترنت. ممكن أقول for a newspaper يعني لجريدة أو for a web page أو لصفحة على الويب. يبقى عندنا ممكن نقول works أو for a newspaper. قلنا for a newspaper يعني لجريدة أو for a web page أو for a magazine أو لمجلة. For a newspaper a magazine. ممكن كمان نقول a magazine يعني لمجلة or for a web page أو لصفحة على الويب. أو ممكن نقول هنا for a newspaper a magazine or for a web page أو for example the publication اللي هو دار نشر. ولكن دول كفاية قوي. for a newspaper a magazine or for a web page. Summarize the last paragraph in one sentence. عايزين نلخص الباراجراف الأخير في one sentence يعني في جملة واحدة. تعالوا نرجع للباراجراف الأخير بيتكلم عن It isn't very easy to understand. It's my job to make the articles as easy to understand as possible. Finally, I have to choose photographs to go with the article. Sometimes a photographer sends these, but usually we get them from other websites. يبقى هنا ممكن نقول ممكن نلخصها في هيئة سؤال how did the editor كيف يحصل المحرر how did the editor choose and how did the editor get how did the editor choose and get the photos ويحصل على الصور ازاي الإديتور بيختار وبيجد صوره. طبعا ده الباراجراف الأخير اتكلم عن choose and get photos. بعد كده choose the correct answer from A, B, C, or D. Species are the habitats that have large green areas and no mountains. Species are the large the habitats يعني البيئات that have large green areas فيها مناطق خضراء and no mountains وبلا جبال. يترى deserts الصحاري grasslands الأراضي العشبية polar prey areas اللي هي المناطق الجليدية أو القطبية coastal areas المناطق الساحلية. طبعا large green areas مناطق مساحات خضراء ومفيش جبال طبعا grasslands اللي هي المناطق أو المراعي اللي بنسميها كده المراعي. This huge desert starts on the western side of the river. The word huge can be replaced. طبعا huge ممكن استبدلها بإيه enormous يعني ضخمة. huge ضخمة enormous ضخمة. To change the word coast into an adjective we add the suffix
عشان نغير cost كده إلى adjective. طبعا هنا an adjective costing يعني مكلف، costing يعني مكلف. to change number 3 معانا to change the word cost اللي هو ساحل into an adjective إلى ظرف we add the suffix طبعا cost costal يبقى نضيف ال al. to give the verb of the word danger we add the prefix عشان نجيب الفعل من danger بنضيف an in danger يعني معرض لخطر. the antonym of the word in danger عكس كلمة in danger طبعا ده معرض للخطر is remote بعيد safe آمن near قريب far بعيد طبعا safe ده معرض للخطر أو مهدد بالخطر ودي safe آمن. the green initiative was set up in 2007 to solve the problem of طبعا تحل مشكلة green initiative of word ولا desertification طبعا مشكلة desertification اللي هو مشكلة التصحر. بعد كده complete the sentences with the correct form of the words in brackets. a report about endangered animals and plants published last year طبعا هنا الريبورت التقرير يبقى هو جملة passive وعندنا last يبقى الباسيف في الماضي. طبعا عندنا a report ده مفرد a report about endangered animals طبعا الماضي يبقى was a where والتصريف التالت يبقى نقول was published. was published يعني تم نشره. يبقى حددنا حاجتين last حددت لان هو ماضي والتقرير حدد ان هو جملة passive لانها ايه لانها مبنية للمجهول. if families space collects their paper, plastic and metal we will pay for it طبعا families جمع يبقى ايه collect. طب ليه collect؟ عشان عندنا هنا will دي الحالة الشرطية الأولى مضارع مستقبل أنا عندي مستقبل يبقى المضارع collect الفعل بدون أي إضافات لأن عندنا الفعل بتاعنا ايه صيغة جمع يبقى if families collect. لكن عندنا we won't saving water if we take long shower طبعا هنا we won't save فقط عارفين ان will بيجي مع الانفينيتيف we won't save الفعل بدون اي اضافات. we space used to waste water but now we try to save it طبعا هنا بنحاول ان احنا ننقذه يبقى we used to طبعا حاجة في الماضي بنتكلم عنها used to plus infinitive we used to we used to waste water we used to. عندنا number 5 او اجابة number 5 we must start recycle more rubbish طبعا الفعل start من الفعل بيجي مع ing we must start to recycle او recycling يعني بيقبل حالتين يبقى ممكن اقول we must start to recycle ممكن اقول to recycle صح او recycling we must start to recycle our recycling more rubbish. بعد كده عندنا paragraph write 110 words on the following a review of the problem of desertification يعني مقال نقدي عن مشكلة التصحر. طبعا الparagraph ده موجود معنا على القناة ممكن نرجع إليه ونراجعه مع بعض ولكن دايما بفكركم بأن احنا عندنا السنة دي ايميل اضيفة الى الباراجراف يعني مش هيجي لنا باراجراف ممكن يجي لي ايميل او باراجراف ولكن احنا عارفين الايميل هو الباراجراف ولكن بزود فقط ان انا بكتب to from subject يعني الى ومن طبعا to الى مين وfrom من مين اللي هو بعت الايميل بريد الالكتروني للمرسل اللي هو from والمرسل إليه اللي هو to والsubject العنوان وبنبدأ بدير وبنزود جملة فقط how are you and your family بس في نعملها مقدمة جملة بسيطة جدا how are you and your family وبعدين نكتب الparagraph اللي هو عبارة عن desertification. يبقى نراعي ان احنا تم تغيير مواصفات الامتحان بالنسبة للترم الثاني وأصبح الإيميل مطالبين به. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم مع تمنيات الجميع بالتفوق والنجاح والسلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.